بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي في الله، لقد مهدنا في اللقاء السابق عن كتاب الشمائل لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوضح الخلق والخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على أننا نشرع إن شاء الله في شرح الباب الأول، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هناك صفات خلقية وصفات خلقية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ حديثنا عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلقية ولا الخلقية؟ كما وقفنا الدرجة اللي فاتت، الخلقية يعني هيئة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى كده، ولكن في حاجات في الحديث لابد أن نعرفها. بالأول في الحديث بيقول باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى كده، أخبرنا أبو رجاء في الحديث كده، بيقول أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد. نقرأ الحديث على أسماعكم لنتشرف بسماع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد لنا أن ننصت سامعين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولكن دعنا نتحدث في الجلال ولا في الجمال؟ في الجمال، في جمال الحبيب صلى الله عليه وسلم. دعونا نتحدث في الإيه؟ في الجمال، مع جمال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له وصف عراه، فمنا من تمايل باهتزاز ومنا من تساقط من علاه، ومنا من يذوب كذوب شمع لأن نار الحب قد صلاه، ومنا من يحن حنين سكلى ترق له الحجارة لو تراه، ومنا من يصيح بملء فيه ينادي يا إلهي ياه يا غوساه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث يقول أخبرنا أبو رجاء، أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد رضي الله عنه. والأخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد رضي الله عنه، عن مين؟ عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول، أي ربيعة بن عبد الرحمن سمع سيدنا أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. خلي بالك معايا في الحديث، نقول من الأول تاني عشان تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، عن مالك ابن أنس، عن أبي ربيعة بن عبد الرحمن أو عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط أو القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تبارك وتعالى على رأس أربعين، على رأس أربعين إيه؟ أربعين سنة، على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء. اللهم صل على سيدنا رسول الله. يبقى الحديث الأول أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس
أربعين سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول في الحديث الأول أخبرنا أبو رجاء، أخبرنا في مصطلحات الحديث يأتي أناس ويقولون، أو العلماء المختصون بالحديث يقولون أخبرنا وحدثنا وأنبأنا. بيقول إيه؟ أخبرنا وحدثنا وأنبأنا. أخبرنا في اللغة تعني حدثنا، وحدثنا في اللغة تعني أنبأنا، وكلهم بمعنى واحد لغويا. أما في الاصطلاح فهي تختلف، فهي إيه؟ تختلف. حدثنا أن يقرأ الشيخ على التلميذ، لما يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان يبقى من قرأ على من؟ الشيخ قرأ على التلميذ. طيب وأخبرنا، قرأ التلميذ على الشيخ. وأنبأنا هو أن يسند الشيخ التلميذ مشافهة. يبقى عرفنا الفرق بين الثلاثة. يبقى الأولى حدثنا، من يحدث من؟ الشيخ يحدث من؟ التلميذ. وأخبرنا، التلميذ يقرأ على الشيخ. وأنبأنا أن يسند الشيخ مشافهة للتلميذ. صلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين أخبرنا. طيب سؤال هنا، أيهما أفضل، أن يقرأ الشيخ على التلميذ أو يقرأ التلميذ على الشيخ، أيهما أفضل؟ هذا من وجهة نظرك أنت. أن يقرأ، أنت قلت أن يقرأ الشيخ على التلميذ. هو اختلف العلماء في ذلك. بعض الناس قالوا يعني أن يقرأ التلميذ على الشيخ هي الأفضل، وبعض الناس قالت العكس، أن يقرأ له التلميذ على الشيخ. فاللي قال لك أن التلميذ يقرأ على الشيخ قال لك ما هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الصحابة، فهذا هو الأفضل. ولكن العلماء حينما يتعاملوا مع العلم ويتكلموا بأفاق واسعة قالوا، صلى الله عليه سيدنا رسول الله، قالوا أن في عصر النبوة كانوا مهيئين لاستقبال الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فطرتهم سليمة في التلقي، كانت فطرتهم سليمة في الايه؟ في التلقي. إنما احنا دلوقتي لابد وأن يقرأ التلميذ على شيخه، أن يقرأ التلميذ على، لكي يتعلم التلميذ من الشيخ، فإن أخطأ التلميذ وصحح له من الشيخ. وهنا في هذه المسألة يعلمنا مشايخنا أنك لا تأخذ العلم من صحفي، يعني لا تأخذ العلم من رجل يقرأ من الكتاب ثم يقرأ الآخرين. لا بد لك أن يعني تقرأ، يعني إذا أردت أن تتعلم العلم تقرأ على شيخ الأول عشان يعلمك دقائق الأمور، تمام؟ ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، اللي شيخه كتابه كان أكثر خطأ من إيه؟ من صوابه، يعني الخطأ بتاعه يبقى كبير، يعني ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، ويعني تمام. صلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان شيخه كتابه كسر تصحيفه، كسر تصحيفه يعني تلحينه، بيقعد يلحن في الايه؟ في القراءة. والسادة الأكابر العلماء الأتقياء قالوا لا تحسبنك بالقراءة مثلنا تصير، لا تحسبنك بالقراءة مثلنا تصير، فللدجاجة ريش لكن لا تطير. يعني انت بتقرأ زي ما هو بيقرأ، بس هو الفرق ان هو قرأ على الايه؟ على الشيخ.
والحق يا سادة أن مما أفاض الله تبارك وتعالى علينا أن سمعنا هذا الكتاب من العلماء من مشايخنا وقرأنا عليه، فتحقق عندنا حدثنا وأخبرنا، ولا أخبرنا وحدثنا، تحقق الإسناد تمام. وبالسند المتصل نروي لكم عن فضيلة الدكتور محمود عبدين بارك الله فيه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. نقرأ ونشرع في قراءة الحديث الأول. يبقى أخبرنا، فهمت الفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا. طيب، حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد. أبو رجاء قتيبة بن سعيد من الرواة المعروفين، وقتيبة يا جماعة تعني الأمعاء، وهي تصغير، ومفردها قتبة. قتيبة يعني لا التصغير تمام. هم هنا يا جماعة أنا سنقف أولا مع الراوي الأول، مع الراوي الأول في الحديث، ولكن نعرج سريعا على رواة الحديث. يبقى حدثنا أبو أخبرنا ولا حدثنا أخبرنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مين؟ عن مالك ابن أنس. مالك مين؟ هو الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، إمام المدينة. يقول الإمام الترمذي بيروي حديث كده يقول لك يوشك الناس، يوشك أن يضرب الناس أباط الإبل، فلم يجدوا عالما أفقه من عالم مين؟ المدينة، اللي هو الإمام مين؟ مالك رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك كانت له أم تسمى العالية، وكان له أخ يسمى النضر. فكان يجلس الإمام النضر ويتعلم في الدرس، فيعرف مالك بالنضر، يعني يقول لك هذا مالك تبع مين؟ تبع النضر. فلما تفوق الإمام مالك وصار عالما ويعني شهد له بالعلم، كان يقال من؟ النضر أخو مين؟ أخو مالك، فرفعه الله تبارك وتعالى بالعلم. طب الإمام مالك ده شيخ مين؟ الإمام مين؟ الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، 204. ده الإمام الشافعي يعني أتى بواسطة، بواسطة لكي يتعلم على مين؟ على يد الإمام مالك. الإمام مالك ألبسته أمه عباءة جميلة، لبس جميل، ولفته بعمامة، وعطرته، وقالت له يا ولدي اذهب إلى ربيعة الرأي. إلى ربيعة مين؟ ربيعة الرأي. وسمي ربيعة الرأي لأنه كان ثاقب الرأي، كان ثاقب الرأي اللي هو مين؟ ربيعة. فقالت له يا ولدي، شوف بقى الكلمة، قالت له يا ولدي تعلم من أدبه، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل قبل علمه. وهذا ما ينبغي علينا، أن نتعلم الأدب مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا في الحديث اللي بعديه، في الحديث في باقي السلسلة يقول لك عن مالك بن أنس، عن مين؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، اللي هو ربيعة مين؟ ربيعة الرأي. طيب، عن أنس بن مالك، ده مين أنس بن مالك؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، دعا له بالبركة في العمر والرزق، بالعمر بالبركة في الايه؟ في العمر والرزق. سيدنا من أثر بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أنس بن مالك إنه دفن 150 من ولاده، يعني شيعوا 150 تمام. وكان يقول سيدنا أنس بن مالك أرض بتحت بتطلع زرعتين في السنة، كل الناس تطلع زرعة وهو يطلع زرعتين، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس
ابن مالك ابن الايه ابن النضر. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول كده: وان ارضي لتثمر في العام كم مره؟ مرتين. ورجال هذا الحديث كلهم من المدينه، رجال هذا الحديث كلهم من المدينه. طيب، عن انس بن مالك رضي الله عنه، خلي بالك، وسيدنا انس بن مالك ده من اكثر الناس رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعد المية، عمره عد المية سنة. مين بقى؟ سيدنا مالك. مات في طاعون الجارف 80 ابنا، يعني مات له في الطاعون كم واحد؟ 80 واحد من أولاده. سيدنا مين؟ أنس بن مالك. ويا بخته اللي يدعي له مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. خادم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عن أنس بن مالك أنه سمعه. مين اللي سمعه؟ ها؟ أبو ربيعة، ربيعة بن عبد أبي عبد الرحمن. سمع مين؟ أنس بن مالك. ومالك سمع من مين؟ من ربيعة. ومين خد عن مالك؟ قتيبة بن سعيد. يبقى كده قتيبة عن مالك، عن مين؟ أبو ربيعة الراي، عن مين؟ عن أنس بن مالك. في هنا في الحديث يعني مالك بن أنس رضي الله عنه، مالك ولا أنس بن مالك؟ خلي بالك عشان في فرق بين مالك بن أنس وأنس ابن مالك. الأنس اللي اسمهم أنس ابن مالك ذكروا في التاريخ أو في الخمس اللي لهم شأن، خمسة أنس ابن مين؟ ابن مالك. تمام، صلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا واحد منهم هنا الصحابي الجليل، مين؟ سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه. وأول ما تفتكر العمر الطويل والرزق الوفير تفتكر مين؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أنه سمعه. سمع ده مش فعل إيه؟ فعل ماضي. ويقول مضارع، يعني مستمر. أنه سمعه يقول، المفترض يقول سمعه قال. سمعه آه؟ قال، مش سمع ماضي. سمعت قال، سمعت قال قبل كده مثلا. إنما يقول سمعه يقول، يعني بالمضارع. ليه؟ لاستحضار الصورة وكأنها في الحال. تمام؟ سمعه يقول، يعني مين اللي سمع مين؟ سيدنا أنس بن مالك. سمع مين؟ لا، مين اللي بيروي؟ أنس بن مالك بيروي عن مين؟ عن أبي ربيع. تمام؟ عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن. يبقى بيقول أبو ربيعة ده بيقول أنا سمعت من أنس. أنا سمعت من مين؟ من أنس. أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بقى، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلوا عليه لتسعدوا بإيه؟ بصلاتي. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنسان حر من بني آدم، بعثه الله تبارك وتعالى وأرسله للناس برسالة. سيدنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. ده مين اللي بيوصف؟ سيدنا مين؟ أنس. سيدنا أنس بن مالك بيوصف مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، هو الأول بيوصف الايه؟ الطول، الطول بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله، إذا سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان طول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طوله كده كان كم؟
ليس بالطويل البائن، يعني مش ايه، مش مش طويل طول مفرط، تمام؟ يعني ما عنده، حاشا له صلى الله عليه وسلم ان يكون ليس لديه اتزان. ليس بالطويل له المفرط، ليس بالطويل البائن، يعني مش طويل قوي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى عليه إذا مشى مع الطوال طاوله، إذا مشى مع الطوال طاوله، وإذا مشى مع القصار ساواهم. اللهم صل عليك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس بالطويل الايه البائن، ولا بالقصير، ولا بالايه. يبقى يجي في الحديث بعد كده يقول لك هو ربعة صلى الله عليه وسلم، ربعة يعني سيدنا النبي لا طويل قوي ولا قصير، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. آه كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا مشى مع الطوال طاولهم، وإذا مشى مع القصار سواهم. لما يمشي كده كانوا يمشوا يلاحظوا كده، والوصفين يقول لك ونورك إن بدا ضاء الجدار، يعني كان هو ماشي كده هو بيلاحظوا كل حاجة، مشيته صلى الله عليه وسلم، أكله صلى الله عليه وسلم، نومته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إشاراته حركاته، حتى أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في أيدي أحدهما. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيتابعوه في كل حاجة، شعره يوصفوه خلاص، كتفه العظام دي يوصفوها تمام، الأصابع الشريفة صلى الله عليه وسلم يوصفوها. يبقى إيه؟ يبقى ليس بالطويل الايه البائن، ولا بالقصير، ولا بالايه ولا بالقصير. فكان صلى الله عليه وسلم مستوي الابعاد والابعاد. يعني ايه مستوي الابعاد والابعاد؟ يعني صلى الله عليه وسلم لا كان ايديه طويله عن ايد، ولا بطنه طالع لبره صلى الله عليه وسلم، ولا ودنه طويله ولا ودنه قصيره، كان مستوي الابعاد والابعاد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والسراج المنير، وفي أحسن منه عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش أحسن منه. سلام. اللهم ارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعطف علينا برؤيته، وكحل أعيننا برؤية الحبيب. اللهم صل على سيدنا النبي. يبقى ليس بالطويل الايه البائن، ولا بالقصير، يعني مش ايه القصير، ولا بالأبيض الأمهق. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بياض وجهه ليس بياضا، يعني شفت البياض الخالي من الحمرة، ليس بياضه هكذا، يعني بياضه مشرب بحمرة، بياضه مشرب ايه بحمرة صلى الله عليه وسلم. يبقى في واحد أبيض كريه، بياضه مكروه، تمام؟ ده بنسميه الأبيض الأمهق، الأبيض الايه الأمهق. إنما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ماله أبيض مشرب بايه بحمرة صلى الله عليه وسلم، كان أبيضا صلى الله عليه وسلم. هو بيقول كده الوصاف بيوصف الصحابي صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ بيقول له وجه كمثل الدر يزهو، له وجه كمثل الدر يزهو، وحق للبدور أن تغار منه، فما قد قيل أو سيقال عنه كغرف الكف من بحر الجمال. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. له شعر كمثل الليل داجي، على وجها ينير كما السراج، يطل على الأحبة بابتهاج، جميل لا يمل منه رامي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى وصلنا إلى أنه ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق. ونستكمل سويا شرح باقي الحديث الماتع الذي يجعلنا نتخيل الحبيب صلى الله عليه وسلم وكأنه معنا. اللهم صل على سيدنا محمد. نستكمل سويا بإذن الله. ف
في الحلقة القادمة. نسأل الله لنا التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.